التذبذب موجود موجود موجود، لكن هناك مجهودات على مستوى الصيدلية المركزية لاقتناء. كنا في 67% من الحاجة للتكفل بالمريض، الآن وصلنا 85%. أدوية الكونسير فيه تذبذب صحيح، لكن هناك إجراءات، وكل أسبوع يدخل دواء. البارح مثلا دخل دواء اللي خاص بمرضى السرطان، دخلوا اثنين من بين 12 كانت ناقصة، الآن راه عندنا 7 موجودين، 5 راهي الإجراءات مع السوق الدولية لاقتناء هذه الأدوية.